ما المتوقع الآن بعد تسليم محكمة العدل رد الاحتلال لجنوب أفريقيا؟ تحية لأستاذ أسامة ولضيفك الكريم ومشاهدي القناة. أعتقد أن جنوب أفريقيا طبعا ستقدم ملاحظتها على هذا التقرير الذي ستطلع عليه، بعد ذلك ستقدم كما قلت التقرير إلى محكمة العدل الدولية، يضم كل الملاحظات على هذا التقرير. بعد ذلك المحكمة ستقدر ما إذا كانت تلك الملاحظات منطقية وتستجيب لقواعد المحاكمة ونظام داخل المحكمة، والمحكمة التي ستقدر في الأخير هل احترمت إسرائيل الأوامر التي أعطتها المحكمة أو لم تحترم هذا بشكل عام. لكن نحن كمتابعين نقيم الوضع بأن إسرائيل العكس تماما، إسرائيل أنها منذ صدور القرار كان هناك تصعيد خطير جدا ردا على تلك القرارات. إسرائيل ردت على المحكمة بدون تقرير منذ اليوم الأول، ردت بأنه لا قيمة لقراراتك ولا قيمة لك ولا قيمة للقانون الدولي. هكذا كان هو الجواب. نحن نتشوف صراحة قراءة هذا التقرير ماذا يمكن أن يضم من أكاذيب ومن أباطيل ومن يعني التمويهات ومحاولة الرماد على المستوى الدولي. سمعنا بأنه لم تقبل أنها ليست هناك يعني أعمال إبادة جماعية وأنها سمحت للشاحنات بالدخول. نعم هذا ما نرى على الأرض الواقع، نرى بأن هناك أطفال يموتون بالجوع نتيجة كثرة هذه الشاحنات، ونرى بأنها بالفعل لا تقوم بأعمال الإبادة الجماعية على الإطلاق، ومن يموتون فقط ربما قصفا بالخطأ أو شيء من هذا القبيل أو جهات أخرى التي تقصف وتهدم وتنسف المنشآت المدنية والمدنيين والنازحين. للأسف الشديد الاحتلال الإسرائيلي لن يوقفه لا محكمة العدل ولا مجلس الأمن. المجلس إن لم تقم الدول الكبرى بأخذ مواقف حقيقية بدل المسرحيات التي تقوم بها الآن من تصريحات من هنا وهناك، إن لم تكن مجدة بالوقوف مع الاحتلال الإسرائيلي بقرارات مماثلة للقرارات التي اتخذت مع روسيا، لن يكون هناك أي يعني ردع للاحتلال الإسرائيلي. طب كيف يوصف قانونيا دكتور عبد المجيد المراري فرض الاحتلال الإسرائيلي موضوع المساعدات الإنسانية وجعله بندا من بنود التفاوض والابتزاز على طاولة المفاوضات؟ طبعا هو يدخل هذا السلوك وهذا الانتهاك الخطير، هي جريمة مكونة ومتممة لجريمة الإبادة الجماعية، لأنه الفقرة الثانية من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية تتحدث على أنه كل الأفعال التي من شأنها أن تلحق ضررا كليا أو جزئيا، هاته من الأفعال التي تلحق دمارا وتلحق هلاكا بالشعب الفلسطيني. الأطفال يموتون جوعا سيدتي، ليس هناك ماء للشرب، يموتون بالعطش والجوع. للأسف الشديد والمنتظم الدولي ينتظر قرار محكمة كي يتفرج على القرار. كنا نتمنى على أن المنتظم الدولي ينتظر قرارا كي يسهر على تنفيذه، لكن ماذا يعني أن ننتظر أن نصدر قرارات مهمة من أكبر جهة قضائية أممية وتوضع في الرف ويعطى لها بالدار وتواجه بمجلس أمن رهينة في يد الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل يستمر، الاحتلال الإسرائيلي يستمر بهذه الورقة، باستعماله لهذه الورقة، ويلوح بجريمة الإبادة الجماعية، وهو اعتراف منه بأنه يرتكب جريمة إبادة جماعية، غير محتاج لأن تنعقد المحكمة مرة ثانية كي تنظر في الموضوع. الموضوع حسم بالنسبة لنا، إن لم يظهر للمحكمة بأنه ما يرتكب أنه جريمة إبادة جماعية فللأسف الشديد هناك لهم من دار آخر. الآن الشعب الفلسطيني يباد، أهل غزة يبادون، هكذا هو التعريف، ولسنا نحن من يقول ذلك، وإنما تنزيل اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية التي المختلف فيه وهو النية. النية مصرح بها في وسائل الإعلام، كل يوم تأتي وزيرة تصرح بنيتها وتعلن عن نيتها إبادة الشعب الفلسطيني وأطفال غزة، آخرها وزيرة البيئة والتي قالت أنه حتى الأطفال لنا الحق أن لا حق له في الحياة على تلك الأراضي. طيب يعني دكتور عبد المجيد، يعني ما الذي يملكه الاحتلال الإسرائيلي حقيقة ليسيطر على العالم بهذه الطريقة، يشل المجتمع الدولي بهذه الطريقة، منظمات الإغاثة، المنظمات الدولية أمام هذا المشهد، مشهد التجويع والحصار في قطاع غزة؟ أعتقد أن المظلومية الذي لعب عليها الاحتلال منذ سنوات، مظلومية المحرقة وغيرها،
انطوت على الدول الغربية بالخصوص والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت شريكا، لم نقل داعما استراتيجيا أو حليفا. الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك في هذه الجرائم، شريك في الإبادة الجماعية، طرف في هذا الصراع للأسف الشديد، والتي لعبت من زمن وهي تلعب دور الوسيط، وكان دائما يقال بأنها هي وسيط غير محايد، لكن للأسف الآن هي أصبحت شريك بالخبرة، بالسلاح، بتقديم يعني الجنود وغيرها. فبالتالي إسرائيل متكئة على حلفاء أقوياء، منها عدد من الدول الأوروبية متمثلة أساسا في بريطانيا وغيرها من الدول، والولايات المتحدة الأمريكية التي تجد تبريرات وتسوق أكاذيب، آخرها أكذوبة البارح بمشروع الاتفاق وغيرها، ورقة باريس وغيرها، وكذلك التبرير أن من حق الاحتلال الإسرائيلي أن يدافع عن نفسه، وهذا ما يتم هو في إطار الدفاع عن النفس ليس إلا